لينفوكس. في الفوكس موجود معنا كريم كريفة القيادي في حزب الدستوري الحر عبر الهاتف. صباح النور. صباح الخير وسام، تحية. مرحبا بك. نبدأ من آخر المستجدات. أنتم عملتوا تحرك، عملتوا مسيرة قدام المقر متاع الإذاعة التونسية في لافايت باتجاه نقابة الصحفيين، وتم منعكم من أنكم تعتصموا بعد تحولتوا للاعتصام أمام قصر العدالة، وصولا إلى تلقيكم معلومات بالشروع في تحقيقات حول ملف الإعلام متاع أوغلو، وسيتم الاستماع إلى رئيسة الحزب كشاكية بداية من غدوة يوم الأربعاء. لو كنت تعطينا بعض التفاصيل. أولا المسيرة المسيرة اللي كان منظمها الحزب الدستوري الحر يوم 3 سبتمبر هي مسيرة كانت مشروعة باعتصام أمام نقابة الصحفيين. أيوة. مرانا باعتبار ثم عديد من المطالب، منها أهم مطلب هي فتح شكاية التي تقدمنا بها ضد هالشبكة متاع أوغلو أو ما نسميها نحن بقضية أوغلو. تم منع هذا الانتصار. أيوة. قرر الديوان السياسي بأن يتم الاعتصام أمام المحكمة في تلك الليلة، تنقل إلى المحكمة. هذا يجب أن يهدف فينا قضاء 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 النيابة النيابة، يقول هاي برني شو الهنيابة. المهم البارح تم مقابلة سيد وكيل الجمهورية شخصية. أيوة. وتم قلنا له انه فما شكاية هذه التي تقدمنا بها ضد القضية في الشكاية ضد أوغلو ومن معه في تونس، وان الشكاية هذه عندها اكثر من 3 شهور. ايوه. وما تحلتش. البارح صدر القرار بفتح بالشرطة العدلية بفتح هذا الملف. ونهار الاربعاء سيتم الاستنطاق. اي منطلق الملف أني أكاديمية أونير اللي هي لصاحبتها ليلى طلع. إي. نشرت، قامت عملت إعلان قالت فيه أن هي الوكيلة الحصرية لشبكة محرر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تونس. حلينا الكتاب على الشبكة المذكورة. من تكون هذه الشبكة؟ تبين أن المدير التنفيذي اللي اسمه أبو بكر خلاف، وهو مصري الجنسية مقيم بتركيا، وبدل اللقب نتاعو بأوغلو ولا أبو بكر أوغلو، عضو رابطة الإعلاميين المصريين التي تتكون منهم مجموعة إعلاميين مقيمين بتركيا وهاربين من مصر ومحل أحكام قضائية من أجل تهم ربي هذه 7 أسرة من أجل تهم إرهابية ومدرجين بقائمة إرهاب في بلادهم. أيوة. وطردوهم من بلادهم وطردوهم من الرابطة هذه باعتبار أن وزارة ذات إسرائيل واشتغل مراسلا لقناة إسرائيلية. الشبكة هذه تقودها أسماء مورطة في الإرهاب. أيوة. إسماعيل جريتيز اللي يطالب بالبرلمان بتاع بلاده بإدراج الصلبة قائمة الإرهاب. وليد الناس اللي كان معناتها مصنف إرهابي حتى في تونس، وتنحل التصنيف في ولا وزير في بلاده. معناتها هالقيادات الشبكة هذه تلقى أنه الرشماوي مدير المدرسة العليا للصحافة الفرنسية اللي هي بيدها مرضى في قضية الفساد مالي ومحل شكاية حتى لدى القضاء الفرنسي. التهمة هي تمثيل تنظيم يقود المورطين في الإرهاب، وهي تقول أن هي الوكيلة الحصرية متاعه. هذه الأكاديمية اللي تعطي للناس الذين قاعدين يتدربوا ويدفعوا في الفلوس متاعهم بطاقة صحفي دولية مسلمة من تتسلمها لهم الشبكة مقابل مبلغ مالي. بطاقة الصحفي التي تعطاها رئيسة الحكومة فقط. هذا شيء نعرفه، مخالف للتشريع التونسي اللي يعطي صلاحية مطلقة في إسناد بطاقات الصحفي إلى رئاسة الحكومة. فما في رئاسة الحكومة بطاقة صحفي محترف، وفما بطاقات انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين فقط، الباقي كل مفماش. ما هذوما هما البطاقات. ملا في الحالة هذه نحب نلقي سؤال، معناتها هذه ليلى في طلة لا تعطي في بطاقات الصحفيين، وينهم الصحفيين ولا يخطوا في الصحفيين المحترفين؟ علاش ما تحركوش؟
هذا قوس. هذا بالنسبة للأكاديمية المذكورة. أنتم وجهتوا اتهامات أخرى مش للصحفية فقط، وجهتوا اتهامات أيضا للتمويل الأجنبي من الاتحاد الأوروبي، ذكرتوا عديد المنظمات المنخرطة في هذا، وجهتوا عديد الاتهامات لعديد الأطراف، وتحدثتوا حتى على عملية تشبيك. أي نعم. فسر لنا مسج شكون الصورة أوضح. ما هما أكاديميات بالمواصفات هذه لازم باش يكون عندها فريق كامل للتدريب اللي يتكون من معناتها من عديد الاعلاميين. المشكل انهم الاعلاميين هذوما المكلفين بالتدريب الفريق يتصدرون المنابر السياسيه. بس جينا قلنا الحقيقه تاع الاكاديميات وطريقه العمل وممثلين لشبكات مشبوهه وفي الاخر تذكر انت وقت الحزب الدستوري الحر خرجنا قلنا يا خويا اللي تورط من غير ما يعلم يخرج ويتبرى ويقول رايه خطيئة الحكايه دي وراي على نيتي واصحابي مركز تدريب. ما هو لهنا سي كريم، انت كصحفي محترف عندك مهارات وعندك خبره، كي عيط لك مركز يقول لك باش تكون بالخبره اللي عندك، شنو ذنبك انت معناتها في التورط في حاجه هذه؟ حل كتاب على المركز. حل كتاب على المركز كي نلقى فيه ابو بكر اوغلو اللي هو مصنف ارهابي واسماعيل بريتيلي ووليد اللافي. وما نعرفش المصادر التمويل نتاعو نلقى في الشبهات نقول يا خويا اش لازم يعني عليه لازم عليه. ما هي المشكله يا وصال. المشكله انهم هما خموا كان في امور الماديه والمصالح الذاتيه الماديه الماليه. المقابل ما هو؟ المقابل هو توجيه الراي العام ولا فورماسيون ما تتعجبش ولا قاعدين نراو فيها تو عايزين نعطيك المثال. ممكن حل قوسين اللي حاجه ممكن نضحك. شفت الباساج معك انت توا وصال ايه انا نحكيو على موضوع مهم ايه تعرف كيفاش تتناقلوا وسائل الاعلام تاع جماعه تقولوا يا والله هو عبير روسي عندها كريم كريفه ولا يطلع في الاعلام. شو كل مشكل معناتها شو كل شفت بالنسبه لهم هما سيء معناتها والله تو انتم سي كريم وجهتوا اتهامات. اعطيني نفهم الملف. وجهتوا اتهامات، هل تم تقديم قضايا ضد رئيسه الحزب الدستوري الحر في هذا الاطار لتكذيبها او لانه كلامها يعتبر ادعاءات بالباطل؟ فما قضايا ضدها؟ نحن لا نهتم بما يفعل هؤلاء وما تبعناش التصرفات نتاعهم. أصلاً في ظل إنكارهم الثاني الحقيقة ومحاولة تبييض أنفسهم. احنا تقدمنا بالشكاية ضد المورطين في عضوية شبكة أوغلو وكل من سيكشف عنه البحث والمستندات واضحة ودقيقة وستفاجئ الجميع. شنو اللي باش يفاجئ الجميع مثلا؟ المستندات اللي باش تتقدم الواضحة والدقيقة. ما ينجمش حتى حد ينكر الملف. المشكل الملف قعد ثلاثة شهور والمؤيدات نتاع والله ممكن نتصور انا كان جاي الملف ماهوش واضح دقيق وبكل المستندات الخطيره اللي تقدم بها ممكن راي تحلف به هو سلمون الدوسي بلادي وبيان فوبي. نتصور انه هو اللي يخوف. على كل حال فما هذا جانب اللي انتم تعتبروا انه فما تورط مع جهات إرهابية. فما جانب آخر حكيتوا عليه زيادة في المسيرة متاعكم وترفعت ضده شعارات الاتحاد الأوروبي. شنو علاقة الاتحاد الأوروبي بالإعلام التونسي؟ لأنه لهنا وقت اللي نحكيه أنه تمويلات أجنبية تتعطى لمنظمات أو للإعلام التونسي، لهنا نولي نحكيه على سيادة إعلامية أو سيادة إعلامية وطنية. أي نعم. أي فسرنا. باعتبار أنه فما مراكز تدريب للإعلاميين كيما مركز تطوير الاعلام ان بي سي، كل الانشطه نتاعو الكل مموله من الخارج ومولتها الناد، ومركز تدريب الصحفيين اللي يشرف على تنفيذ برنامج الاتحاد الاوروبي في اي ان تي ا وفي اي ان تي دو اللي تثبت فيه قرابه معناتها 9 مليون اورو. وفما هياكل اعلام الجمعيات زاد شو هياكل اعلام الجمعيات اللي تعمل تحت اشراف مباشر من برنامج الاتحاد الاوروبي في اي ان تي دو. يا اخي هذا ماهوش تمويل اجنبي للاعلام، ماهوش ضرب كيف ما قلت انت للسياده الاعلاميه، ما فماش سياده اعلاميه. لا هذايا هو تحت اشراف اساتذه وخبرات تونسيه. يا وزاد فالاعلام نتاعنا توا يعمل تحت اشراف مؤسسات دول خارجيه كما فرنسا، ايطاليا، المانيا، امريكا، والتمويل يقابله ماذا؟ التبعيه والخضوع. ما فماش سياده اعلاميه كيف ما قلت انت، ليست هناك سياده اعلاميه. لا انا سالتك، انا قلت لك شنو التاثير نتاعو؟ ما اكدتش انا لهنا التساؤل علاش، لانه
أنه أنا نعطيك الفلوس في المقابل تصبح عندك التبعية والخضوع للي باش نقوله لك. إيه من هنا فما خبرات تونسية مشرفة على العملية. ما هو هذا هو الشيء المؤسف، الخبرات التونسية ماهيش في جمع المال مقابل ضرب السيادة الإعلامية. الخبرات التونسية يلزمها تنقل المعلومة، يلزمها تحللها، يلزمها تنتقد الحكومة، يلزمها تعطي المعلومة صحيحة، يلزمها تسمع المعارضة كيش قاعد تقول، يلزم تسمع البدائل، يلزم تعمل أساس لك منابر إعلامية اللي توعي المواطن. احنا قاعدين نراو فيه هذا، مانيش قاعدين نراو فيه. وقت اللي تقول 9 مليون أورو قاعدة تتصرف، هتتصرف على شنو؟ ترى انت في وضعية الصحفيين قاعدة تتطور، قاعدة ترى عندهم ماتريال، قاعدة ترى يصوروا به وينقلوا به الحقيقة، شنو هي وضعيته؟ هو انت صحفي يا وسام، ما هي وضعية الصحفي بالحق الذي لم يخضع للتبعية؟ شنو وضعيته؟ بيه انتوما هل عندكم بدائل؟ هل عندكم اقتراحات؟ هل عندكم رؤية معناتها ضد هذوما الأشياء والممارسات اللي تحدثوا عليها؟ شنو هما؟ طبعا احنا مشروعنا اعلام وطني مطابق للمعايير الدولية. الاعلام يلزم يعبر على نبض الواقع التونسي، يفتح الملفات اللي يكمل المواطن بكل عمق، يوفر كفاءات تقوم بالتحليل السياسي، تقدم المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطن. الدولة يجب أن تكون عندها سياسة إعلامية ورؤية، حتى كي تدخل في برامج شراكة مع الخارج تكون ماسكة بزمام الأمور، تبدأ تشد الضمان بيدها، وما تخليش التعرف الخارجي يولي يتصرف في الشأن التونسي كأنه شأنه الخاص. السيادة ثم السيادة إعلامية لابد من احترامها. كما قلت مع الصحافة اللي توا هو بيد وأصبح مخترق من قناة الجزيرة ومن شبكات خارجية، يلزم مراجعة التكوين فيه. الانتصاب الفوضوي في مجال التدريب الإعلامي زاد قاعد ينحرف بمهنة الصحافة. هذا الكل وراه حاجة، هذه رؤيتنا احنا للمشروع، واللي هي ماهيش متوفرة. واضح. نختم معاك برأيك في التسريبات الأخيرة، أكيد راك تبعتها كسياسي. برشا تسريبات وبرشا نهي من التسريبات. كيفاش فهمتها؟ كيفاش قريتها؟ ميساج أنا التسريبات، التسريبات بين شهرزاد ولونيسي وما يتم تناقله حول شقوق ونزاعات وعرك واتهامات وغيره. أمورهم لا تهمنا، نحن مهمتنا اللي يهمنا هو إنقاذ هذا الوطن ومؤسسات هذه الدولة. واضح، شكرا. هذيك عركتهم وبيناتهم، هما اتقاربوا وتعاركوا وتصالحوا بشأن لم يهمهم لا يهم ولا في شيء. واضح سي كريم كريف، على كل ما أفدتنا به. شكرا ليك، شكرا لكم الناس الكل. مازلنا متواصلين معاكم، موعد الأخبار بعد شوية، الأخبار الوطنية والعالمية، وإحنا راجعين.